واحنا العباده هو كل ما يرتضيه الله عز وجل من الاقوال والافعال والايش والاعمال، هذه كلها من تدخل في باب ايش؟ في باب العبادات. ولذلك المسلم ينبغي ان ينتبه لمثل هذه الامور، ان الذين يستكبرون عن عبادتي. فبين الباري تبارك وتعالى ان هناك يستكبرون عن هذه العباده وهي عباده الدعاء مع سهولتها. كيف يستكبرون؟ انواع الاستكبار ان يأبى ما ورد في السنه فيخترع اشياء جديده، والدليل فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن انواع الاستكبار هو الاباء، وهو رفض الذي جاءت به السنه في هذا الباب، ثم يخترع بعد ذلك ادعيه من عنده ويقول الباب واسع في هذا. كلا، ما دام عباده فالباب ليس واسعا فيها حتى يدل عليه ايش؟ الدليل. يقول بعض مشايخنا كل مساله يقول لك المساله الامر فيها ايش؟ واسع، الامر فيها واسع. قال من الذي وسعه؟ لابد السعه تاتي من فين؟ من الوحي والدليل. فان لم ياتي سعه من الوحي والدليل، احفظوا هذا يا اخوان الله يرضى عليكم، وانتبهوا له تماما، لانكم انتم تهجموا الافكار عليكم من كل مكان في هذا العالم، عالم التواصل. يقول لك الامر في سعه، اقول له كذبت. ليس الامر في سعه ابدا، بل يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، كما قال الامام مالك: وما لم يكن في عهد النبي دينا صلى الله عليه وسلم فليكن في عهد غيره، في عهد غيره دينا. وكما قال ابن مسعود: قد كفيتم، قد كفيتم، إما أن تكونوا على باب ضلال أو على هدي خير من هدي من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص. ولذلك ربنا عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت النعمة واكتمل الكتاب، فلا وجه فيه لزيادة ولا نقصان. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم.